مرحبا طلاب الأعزاء، سوف يكون حرفنا لهذا الأسبوع هو حرف اللام. إذن هذا هو حرف اللام. انظروا جيدا إلى شكله جميل. سوف أقوم الآن بقراءة كلمات تبدأ بحرف اللام. ليمون، ليمون. لعبة، لعبة. لسان، لسان. سوف نقوم هنا عزيزي الطالب بتلوين الليمون باللون الأصفر، وسوف نقوم أيضا بتلوين حرف اللام، وسوف نتحدث هنا عن حاسة التذوق في هذه الوحدة. سوف تتذوق عزيزي الطالب الليمون، وتصف لي شعورك بعد أن تذوقت الليمون، هل هو حلو أم هل هو حامض؟ هنا سوف أقرأ الآن الكلمات التي يوجد فيها حرف اللام. لا ليمون، لا لحم، لا لسان. لسان هو من الحواس الخمسة، حاسة التذوق، نتذوق الأشياء باللسان. ولبن، لبن. هنا سوف تقوم عزيزي الطالب بتلوين حرف اللام وتلوين الليمونة، وهنا عليك أن تتتبع النقاط وتكتب حرف اللام في ورقة العمل هذه. سوف تقوم هنا أيضا بتتبع النقاط لإكمال شكل الشمسية، شكل الشمسية من تحت مثل شكل حرف اللام. هنا سوف نقوم بمراجعة الأحرف التي أخذناها. تفاحة، سوف نصلها بحرف التاء. ديك، حرف الدال. ليمون، حرف اللام. نحلة، حرف النون. وهنا عزيزي الطالب سوف تقوم بتلوين هذه الحيوانات، العصفور والحصان والدجاجة والسلحفات. وسوف نتحدث عن الحواس الخمسة. شكرا لكم أعزائي الطلبة.